كابتن طارق، من دي من ناحيه اللي انت بدات تدعم الفريق بشكل كويس وتدعم باللاعبين اللي انت عايزهم، هل دلوقتي حاسس انه لسه في نقص في الفريق انت محتاج تدعمه، ولا خلاص انت كده قفلت الفرقه؟ والله شوف، انا بنسبه يعني 98% استقرينا. عامل يعني في كل مركز عنصرين جيدين، والثالث هو القطاع الناشئين، وده اللي يعني اللي عملناه بشكل كويس جدا جدا. طبعا في الشك في لينك بينه وبين الدكتور عطيه جيد، بحيث ان احنا ندي امل للقطاع ان هم يبقى عندهم. عندنا حوالي 5 لاعبين من القطاع بيتمرنوا مع الفريق الاول، وكمان ان شاء الله باذن الله يحجزوا مكان من بدري كمان. ليك انت دايما متطلبات في خط الدفاع كابتن طاهر العاشي مختلف شويه، يعني خط الدفاع له متطلبات خاصه، هل المتطلبات دي موجوده زي اللي موجوده في طلائع الجيش؟ موجوده بشكل كبير جدا. بنحاول نعوضها. مفيش شك طبعا في طلائع الجيش كان هناك الزناري والفيل والزوله، ودول من العناصر الاساسيه، ناصف من وراهم بسام، وصلوا لدرجه انسجام كبيره جدا. هو المشكله ان احنا نوصل للانسجام في وقت قصير. الفتره اللي فاتت دي كانت فيها تقلبات كتيره جدا بين اللاعبين عشان الاختيارات، وان انا انقل مكان واشوف ده ممكن يلعبين، لان انا بحب اللعيب اللي عنده طبعا مرونه تكتيكيه، لاعب يسد لي 3-4 اماكن، ممكن اغير طريقه اللعب. اللاعب لازم يكون حافظ الكلام ده بشكل كويس جدا، ويساعدني بشكل كويس جدا. فيعني الى حد ما انا مبسوط ان احنا وصلنا في وقت قصير. على الصعيد البدني زي ما قلت لك احنا اشتغلنا بشكل كويس، على الصعيد المهاري مفيش شك طبعا يعني بنعلى، الصعيد الخططي لسه ما وصلناش لدرجه الاتقان البيرفكت اللي انا بتمناه طبعا، لكن نسبه 50% ترضيني في الوقت الحالي.